حبايبي الحلوين، الوقت بنعرفه من ايه؟ الوقت بنعرفه من الساعة. نبص في الساعة نعرف الوقت ايه، نسمع الساعة نعرف الوقت ايه، والساعة بنشتريها من عند الساعاتي. لو وقفت نوديها يمشيها الساعاتي، لو انكسرت نوديها يصلحها الساعاتي. عرفنا كده؟ نسمع بقى الحدوتة. بقى هو كان يا مكان، كان في زمان 7 ساعات اخوات في دكان الساعاتي، كبار بعض خشب زي بعض، بيلفوا زي بعض بيدقوا مع بعض. وكان الساعاتي فرحان بالسبع الاخوات، ساعات الاخوات فرحانين بالساعاتي. كل يوم كان ساعات يقف لف الزمالك يتكتكوا 7 ساعات، تك تك تك، كل ثانية تك، 7 ساعات مع بعض يقولوا تك تك مع بعض. كل يوم كان الساعات يقف 7 ساعات يدقوا مع بعض وزي بعض وقد بعض. الساعة واحدة كلهم يدقوا دقة واحدة مع بعض. الساعة 7 كلهم يدقوا 7 دقات مع بعض. ما هم كانوا 7 ساعات اخوات. ساعة من الساعات الاخوات فكرت، وماله التفكير مش عيب، لكن تعرفوا الساعة فكرت في ايه؟ يا خبر، فكرت في عاملة مكارة. يا خسارة، مش ظريفة ابدا الفكرة لو هي مكارة. الساعة المكارة سابت اخواتها يمشوا بسرعة وهي مشيت بشويش بشويش. الست ساعات دقوا 7 دقات مع بعض، بس الساعة المكارة دقت 6 دقات لوحدها. ايه ده؟ 6 ساعات بيقولوا الساعة بقت 7، بس الساعة المكارة لوحدها قالت الساعة 6 بس. 7 ولا 6؟ 6 ساعات يقولوا 7، حتى احنا دقينا 7 دقات، بس الساعة المكارة تقول 6، حتى انا دقيت 6 دقات. كل الساعات تكتكت، وكل الساعات لفت، وكل الساعات دقت. جه ساعاتي يشوف الحكاية ايه. ايه ده؟ ده كل الساعات مظبوطة الا الساعة دي. الساعات ساب كل الساعات وقعد قدام الساعة المكارة. لو بص يبصلها، لو فتح يفتحها، لو لف يلفها، لو حط زيت يحطلها، ونلف يلفها طول الوقت، مالوش شغلة الا الساعة المكارة. وفين وفين لما مشيت زي بقية الساعات، وفين وفين لما لفت زي بقية الساعات، فين وفين لما دقت قد كل الساعات. طبطب عليها ولما سقت يمشي، بصت لاخواتها وقالت لهم شو بيحبني قد ايه. لما جه جالي انا لوحدي تاني، ولما لف لفني، ولما فحت ولك دعكلي، ولما طبطب طبطب عليا شوفني قد ايه. انتوا بقى لما امشي بروح عملت ولا سأل عليكم. والسكرة وسكتوا 6 ساعات الاخوات، لكن تك 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 مشيوا 7 ساعات، كل ثانية تك، لو دقوا يدقوا مع بعض وزي بعض وقد بعض. الساعة واحدة كلهم يدقوا دقة واحدة مع بعض. الساعة 7 كلهم يدقوا 7 دقات مع بعض. ما هم كانوا 7 ساعات اخوات. الساعة المكارة فكرت، وماله، ما احنا قلنا التفكير مش غريب، لكن تعرفوا الساعة فكرت في ايه؟ اهي رجعت وفكرت في عاملة مكارة. يا خسارة، مش ظريفة ابدا الفكرة لو هي مكارة. الساعة المكارة سابت اخواتها يمشوا بشويش بشويش وهي جريت بسرعة. الست ساعات دقوا 7 دقات مع بعض، والساعة المكارة دقت 8 دقات لوحدها. ايه ده؟ 6 ساعات بيقولوا الساعة بقت 7، والساعة المكارة لوحدها قالت لا الساعة 8، حتى انا دقيت 8 دقات. جه ساعاتي يشوف الحكاية ايه.
الساعات يساب كل الساعات وقاعد قدام الساعة النكارة، لو بص يبصلها، لو فتح يفتحها، لو لف يلفها، لو حط زيت يحطلها، طول الوقت مالوش شغلة إلا الساعة المكارة، وفين وفين لما مشيت زي بقية الساعات، وفين وفين لما لفت زي بقية الساعات، وفين وفين لما دقت قد كل الساعات، طبطب عليها الساعاتي ومشي. والساعة المكارة ما صدقت يمشي، بصت لإخواتها وقالت لهم شفتوا صاحبي بيحبني قد إيه؟ لما جه جالي، ولما وقف وقفلي، ولما لف لفني، ولما فتح فتحني، ولما ضحك ضحك ليا، وقبل ما يمشي طبطب عليا، شفتوا بيحبني قد ايه؟ انتوا بقى لما مشيتوا مظبوطين عملتوا ايه؟ ولا اهتم بيكم ولا سأل عليكم. وضحكت الساعة المكارة وسكتوا الست ساعات الاخوات، وفضل الحال على ده الحال، الساعة المكارة تمشي على مهلها الساعات يجيلها، الساعة المكارة تجري بسرعة الساعات يجيلها، الساعة المكارة فكرت فكرة مكارة، الساعة المكارة قالت ولا همشي بشويش ولا هجري بسرعة، مش هعمل ده ولا ده، لكن هقف كده اهو. والساعة المكارة وقفت وقفت ولد، لكن قالت شوفيك طول الوقت هيجي وحني إلا وسيج، مش هيسيبها لما يمشيها، لكن ايه ده؟ مين اللي جه ده؟ عمدة المدينة جاي يشتري ثلاث ساعات، كل الساعات ماشيين كلهم مظبوطين، وقت التكتكة بيتكتكوا ووقت الدق بيدقوا، انما العمدة لو شاف الساعة اللي واقفة دي هيقول ايه؟ هيفتكر كل الساعات كده، يروح ما يجيش ويمشي ما يشتريش. وبسرعة بسرعة شال الساعة المكارة علشان يخبيها تحت في المخزن، فتح الباب بسرعة ونزل السلالم بسرعة، يا ايه الحق الساعة وقعت، نزلت على السلالم انكسرت، فار من فران المخزن ضحك وقال حلوة الساعة دي، هتفضل هنا في المخزن، اعملها سبت، اعملها بيتي. وفار المال الخشب بتاعها عن قد فضايا ولادي يا ولاد.